التسجيل مفتوح الآن لأشهر برنامج للمنح الدراسية في الولايات المتحدة. التسجيل مفتوح الآن لأشهر برنامج للمنح الدراسية في الولايات المتحدة. سمعت على منحة فولبرايت، وش هي بالضبط؟ هي منحة دراسية مدفوعة التكاليف للالتحاق ببرنامج ماستر في الولايات المتحدة، تغطي الرسوم الدراسية، تكاليف العيشة، تذاكر الطائرة، كلش. ما زال ما رانيش مقتنع، وش يخليني نسجل باش نربح هذه المنحة؟ هذه فرصة باش تشوف الدنيا، تكتشف أفعاس جديدة، شارك ثقافتك مع الأمريكيين، تحسن لغتك الإنجليزية، وتنشئ شبكة مهنية. وش حبيت ثاني؟ لازم نزرف في الهضرة كيما إيمي نايم كيرابي، ولا نهضر كيما هذوك تاع النشرة تاع 8 في CNN. لازم تكون شاطر في اللغة الإنجليزية، بصح في بعض الحالات نقدروا نوفر لكم تدريب في اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة قبل ما يبدأ البرنامج. طلاب في جميع المجالات قاعد يقدروا يسجلوه؟ اللي يدرسوا الطب وطب الأسنان والصيدلة وتمريض ما يقدروش، بصح قاع التخصصات يقدروا يسجلوا. والحاجة المليحة هي أنه حتى هذه التخصصات يقدروا يسجلوا لماستر في مجالات كما إدارة الصحة أو الصحة العامة. كاين شرط السن للدراسة في المنحة الأمريكية؟ التسجيل مفتوح لقاع الفئات العمرية، بصح لازم تكون كملت الليسانس وماستر 2 أو شهادة المهندس أو الإنجينيور للطلاب في التخصصات التقنية. حبيت تقول لازم نكون خباش كيما هذوك اللي جابوا 18 ويبكوا بس كما جابوش 19، سي صح. النقاط العالية تزيد فرص تحصلك على المنحة، صح. احنا نشوفوا كل مرشح من جميع النواحي، يعني النقاط ماشي كلش، يعني خد وقتك باش تكتب مقال مقنع يروي قصتك.